نعلم أن الحكومة العسكرية أعدمت 10 من العلماء لأنهم قاوموا وعارضوا على هذا الفكر. من ناحية دينية ومن ناحية أمنية الفكرية كان العلماء يعني هم كانوا سدا لأي تيار متطرف. وكذلك في التراث الصومالي جاء بعد تقليل منزلة العلماء أو دور العلماء في الأمن الفكري للأمة، إذا انتقلت منهم أو يعني انتقلت إلى نقصت حرمتهم من قبل الحكومات. لأن فلذلك يرى الناس أنه هؤلاء العلماء ليسوا علماء، هم علماء السلطة أو علماء، يعني حتى يقللوا عن منزلتهم، حتى ولا 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 يذهب الناس إليهم ولا يسألوا الدين عن نفس الفكرة الذي يستخدمها المتطرفون اليوم. ولذلك في التراث الصومالي الحمد لله يعني حافظوا على عقيدتهم إلا هذا التطرف الذي جاء الآن، وهو مستورد من الخارج طبعا. عندما انفتحت البلاد بعضها بعض ذهبوا إلى بعض الشباب، قادة الشباب ذهبوا إلى أفغانستان وحاربوا هناك بعضهم، ثم جاءوا هنا قالوا هنا الحكومة هذه الحكومة ليست حكومة إسلامية، لابد أن نحاربها ونخلعها. وكان في أفغانستان كان الجهاد بين الروس والأمة الأفغانية وليس بين المسلمين في داخله. فكان نقلوا هذه الفكرة، فكرة القاعدة، والعلماء تسدوا لهم، يعني قالوا نحن أهل هذا البلد أعلم منكم بدعوتهم ودينهم وكيفية تغييرهم، كيف يغيروا هذا البلد، العلماء أعرف منكم، فاتركوا لأهل هذا البلد. لكن رفضوا، قالوا لا يقوم شيء إلا بالجهاد. وتحول الجهاد إلى، كان الفقهاء يعرفون الجهاد قتال أهل الكفر، فالآن عرف الجهاد قتال المسلمين وتفجيرهم وتدميرهم وقتلهم، وهذا في غاية الانحراف، غاية الانحراف والتبديل لدين الله عز وجل. فالصومال لم تحتفظ بسنيتها وشافعيتها ودينها، ولا يوجد هناك أي نسبة من ديانة أخرى، أي سواء كانت بوذية أو دول ديانات الأخرى احتفظت هذه. لكن الدول نقصت العلماء منزلتهم، فحكم عليهم الناس أن هذا العلماء، وهذا أن العلماء هم بابت أو يعني للحكومات، ولا يقولون الحق ولا هذا، وليس كذلك. وإنما وقف العلماء للدفاع عن دين الله عز وجل في مختلف المدارس. ولذلك التراث الإسلامي، التراث الصومالي مبني على الأمن الفكري، على الأمن الفكري الذي تحتاج الأمة لهذا اليوم. والفكر لا نستطيع أن نوقف الفكر، لأن الإنسان يقرأ، وخاصة في هذه الأيام يقرأ كتاب، يقرأ صفحة، يتكلم يعني مع الناس في كل قنوات، لا تستطيع أن توقف. وإنما تستطيع أن توقفه أن تعرف من هو الذي يؤخذ عنه الدين، من العالم الحقيقي، من الشيخ الحقيقي. وليس نحن نعرف الشباب أنهم كانوا بعضهم لا يعرفون شيء، وإنما
يعني لا يعرفون من الدين شيء ولا من العقيدة شيء. نعرفهم يعني كأشخاص نعرفهم، مع ذلك في أناس تابعين لهم كأنهم علماء وكأنهم يعني أهل علم، لأن الناس الذين تبعوهم هم أبرياء يعني الشباب يعني الصغار، ليس لهم الرصيد من العلم، ليس لهم الرصيد ما يوازنه بين ما يقول هذا الرجل وبين الحق يعني. ولذلك الشيء الأساسي المهم أن نوقر العلماء وننزل منزلتهم ولا نتطرف عليهم. يعني كان بعض العلماء يحكم عليهم بالإعدام لأنه قال طلب بتطبيق شرع الله عز وجل، بتطبيق شريعة الله عز وجل. وهذه نحن نحتاج إن شاء الله تعالى نحتاج أن نراجع أنفسنا ونوزن ونحل المشكلة من جذورها، من جذورها. إذا سمح العلماء لمنابرهم وتوجيه الشعب لهم وإعطاء فرصة لهم، فالشعب يستمع إليهم. نحن في أمريكا الشباب كانوا هناك ناس متأثرين بالشباب بأفكارهم في مساجدنا، منعنا عنهم مساجدنا يعني وأخرجناهم عن مساجدنا وحذرنا الناس عنهم واستمعوا الناس فزالوا عنها، وهم في أمريكا، هو في أمريكا ويتكلم عن تدمير أمريكا وأنها كافرة وأنها يكتب مجلات ويكتب مقالات ولا يقال له شيء، هو في أمريكا، هو في أمريكا، لكن حرمناه بالفكر وأخرجناهم عن الساحة ورجعوا بعضهم إلى 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 دين الله الحنيف الحمد لله، لأن يعني الشعب كان يستمع إلى العلماء، قالوا ما كنا نعرف أنهم على خطأ هذا. ولذلك إن شاء الله تعالى الوقت انتهى مني وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا للدكتور عبد الرحمن على هذه الورقة القيمة التي عارض فيها الأمن الفكري في التراث الصومالي، حيث ذكر أن الفكر له ديناميكية ولا يتوقف في منطقة أو مجتمع معين، ثم ذكر دور العلماء وأنهم كانوا المرجعية للشعب الصومالي وارتبطوا ارتباطا وثيقا لعلمائهم، وعرج على المشكلة التي حدثت بإعدام العلماء عندما تصدوا للفكر المنحرف الذي كانت يدعمه النظام العسكري، ثم ذكر أن الشباب يمكن مواجهتهم بالفكر حيث أن العلماء نجحوا في صدهم عن في أمريكا. الآن أنتقل للمحاضر الثاني وهو الدكتور حسن علي محمود المعروف بحسن جامعي، وهو رئيس اتحاد المساجد الصومالية في أمريكا وبروفيسور في الجامعة الإسلامية في مينيسوتا، وكذلك حاصل على درس في كلية ويليام ميتشل للقانون، وهو محامي ضريع في القانون وإمام مسجد الدعوة في مينيسوتا. ورقته ستكون عن العلاج العملي للمتطرف. دكتور لديك 15 دقيقة، نرجو أن تتقيد بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كتبت هذه الورقة باللغة الإنجليزية، أقرأها بالإنجليزية إن شاء الله، وهناك نقاط رئيسية يتعلق في موضوعي، ولكن ناقش هذه النقاط الرئيسية أستاذ دكتور فؤاد، أن أحاول أن أقيد نفسي بما يتعلق النقاط الرئيسية في موضوع التطرف للصومال، تجربة الصومالية.
I will try in 15 minutes to summarize my topic. What are the local roots or causes of violent extremism? And what are the practical solutions we as a Somalis, with the help of international, can implement? So before that, I will raise some questions that are important to this topic. And I may not answer all the questions, but I will try, if I can, answer some of them. The first question is, war on terror, is it real? Is it politics? Is it business? The next question is, what we want, especially as a Somali people, from this Mu'tamar? What are the three major challenges facing to us, or I mean like to Somali people, to help them resolve this extremism, violent extremism? Is military solution is the best solution, or there are other alternative solutions? Is there any serious discussion or debate or dialogue between the scholars, the Somali Islamic scholars, and Al-Shabaab or any similar groups like us, IS, in Somalia right now? So, and there are many other questions, but the major root causes, the local root causes, if I summarize, I will start with the research and survey done by one of the well-respected CIA operation officer. His name is Mark Sageman. What he did is he conducted groundbreaking study over 400 profiles, and his conclusion was, why the Muslim, young Muslims are going to that direction of violent extremism? And he listed the reaction of sparked what was happening in some Muslim lands. An example that he gave is Gaza attack that killed more than 400 children, and no superpower country, including US and Western country, condemned. And this CIA operation officer said, this led interpretations that there are consistent policies from the Western country supporting Israel government against the Muslim world. And then he talked about discrimination is going on against the Muslims in the Western country and in America. And I can give you one example. Now we have here in Somalia, from Prime Minister office, BCVE. And in America we have CVE. And that CVE, it is counter-violent extremism. In general, the idea we support, but how they targeted the Somali community, that created a lot of questions. And that pushed to the level, one of the judges, high level judges, started to say in public, dividing the mosques in America, especially in Minnesota. Some mosques, he said, like few mosques, even that was his language, are Sufi style of silm, peace, where the others attacked are not proper type of the mosques to be in the United States. So those type of the, that's what the Mark Sageman was talking about. And then there is a WikiLeaks information about the invasion of Ethiopian forces. One, they destroyed the hope of Somalis, as they believed
which was the Islamic courts. The whole Somali, everywhere, in and outside, they believed when the Islamic courts came, they brought peace, justice, and hope for the Somali people. And they were expecting the international community to help, and not only to protect, but to help, to improve whatever was missing that time. But instead, there is a WikiLeaks report that U.S. gave financial support and green light to Ethiopian government to invade Somalia. And that was one of the causes of the tatarruf. And others, these young people, especially Al-Shabaab, they believe due to the slow process of the application of the Sharia that this government is not Islamic government. Although we believe, and I as a scholar of the law and the Qanun and Sharia, after I studied the constitution of Somalia, I found comparing to Muslim countries' constitution is the best constitution, although it's not complete. It has 4 articles. Protect the Sharia law in the best manner. But still this group, Al-Shabaab, claims that the Somali government is not Islamic government, and Somali people have to wage war and jihad against the government. And that's what they believe, which was wrong. And another problem that caused the scholars of the Muslims, scholars of the Somali people, all itijahat, majority of them, they were quiet sometime until 2013, a conference, September 2013, that all ulama of Somalis, we came together in Mogadishu here and issued the first time the fatwa against Al-Shabaab, which was too late. And that gave them room to breathe and destroy and kill as many civilians under the name of the religion. I want to summarize what we want to benefit from this conference. One, peace and security. Two, law and order based on the Sharia. Three, justice and effective judicial proceeding to help this country to have freedom and liberty. So people will be free, as other scholars discussed, to say their opinions. And given their freedom of expression, any groups, regardless of where they are coming from. And what's important also to help this country with its sovereignty and independence, and help with economic progress and social justice, and real political equality, which is one of the major challenges to this country. That's why some people, they believe attacks coming from Al-Shabaab is not only from Al-Shabaab, and there are other type of the political reason behind that. So quickly, what are the practical solutions? Whatever my friend Dr. Yahya mentioned, I will try to skip. Number one, we need united front of scholars of ulama, and thanks to the Somali government, especially the Minister of Religious Affairs, bringing all the scholars or majority of the scholars from everywhere, and we came up to specific communiques that very important to help and tackle these issues. So one of the solution, practical solution, is to have an office for those results with the help of OIC to implement and make it successful effort. And we'll see soon
the result of that office. And number two, we should have discussion and debate among the scholars and ittijahat before even we move to have a discussion and debate with Al-Shabaab, to have common grounds how to face this challenge. And what's the best solution? I agree with Sheikh Abdulrahman that when you're facing ideology, the best way is to use ideology to counter that type of ideology. And I think, and that's what the ulama can do it if they are given that opportunity. And the opportunity, or the ball, as they say, is in the court of the government and in the court of the international community, especially OIC. And three more important, ilaj. It's very important to use the model of Ibn Abbas. When he got permission from the Amir al-Mu'mineen Ali to face the challenges of Al-Khawarij. And we need the same thing. And that's what's going on right now between Taliban and US government, which is one of the best way of our brothers and scholars raised yesterday. One of the best solutions is al-hiwar, dialect. And I think that has to start in Somalia. And last two, I think it was mentioned, but I want to add one important thing. High rate of employment of our young people will lead to join to any group. And I will give you this survey that I did myself. I asked 100 Somali youth one question. And the question was, would you join to any group that gives you a job, including Al-Shabaab, if they make any offer? And those 100, they all answered yes. And that was a scary result. I was going to everywhere, almost in the city of Mogadishu. I found the largest population in this city and in Somalia, as one of the scholars said, is youth. We are talking about close to 70%. And the last thing is, we should come up with programs with our young people that employ their mind to think how to improve the peace of this country. And that has to be practical with the help of others for military solution. I believe after more than 10 years that AMISOM and others cannot, they never produced the hope of the peace and security for the Somali people, to employ the Somali people and the National Somali Army, and give like at most opportunity to build without any restrictions. We see a lot of restrictions that is affecting, and that raises a lot of questions why the SNA, Somali National Army, and its rebuilding process delayed, and who's causing all this. And is it business to have foreign armies in Somalia, or politics, or for the interest of Somalia? Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran lil Dr. Hassan Ali Mahmoud ala hadhihi al kalima al qayyima allati dhakar fiha ilaj al tatarruf. Fi al bidayah rakaz ala tasaala عن الحرب على الإرهاب، هل هو مشروع أم مواجهة حقيقية وبحث عن الحل، وذكر أنه لا يستطيع الإجابة عليها على هذا السؤال. ثم ذكر الأسباب الجذرية للتطرف التي عددها بالفكر المنحرف واستغلال الشباب، ثم ذكر العلاج وركز على توحيد
العلماء لمواجهة التطرف، أن يتكلموا بصوت واحد لمواجهة هذا التطرف، وذكر أنه لا بد من مناقشة كافة التيارات والنخب الفكرية لوضع استراتيجية للقضاء على التطرف، ونبه على نهج سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مواجهة الخوارج بالحوار، وركز على توفير فرص عمل للشباب وبرامج توعية وتثقيف لهم. الآن أعطي الكلمة للمحاضر الثالث، وهو السيد محمد عمر أحمد، وهو قاضي وباحث وكاتب، له إصدارات كثيرة نشرها في عدد من المراكز البحوث. الآن سأعطي له الكلمة، كلمته ستكون عن الثقافة الصومالية في الثقافة الصومالية والدولة المدنية والأمن الفكري، سيحدثنا عن هذه المواضيع. لديك 15 دقيقة، ولكن نريد أن تختصر أكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيتخلل في كلمتي إن شاء الله بعض الجمل الصومالية، سأستعين بها بإذن الله الكريم يعني للاستدلال بعض الشعر الصومالي. أولا لابد أن أشير أنه أنا سأتناول الموضوع من وجهة المنظور الاجتماعي. المنظور الاجتماعي معناه أنه سأعتمد وسأنطلق من النظريات الاجتماعية. مثلا ابن خلدون وهو عالم مسلم توفي عام 1406 ميلادية و 808 هجرية، ويرى أن الظواهر الاجتماعية يرتبط بعضها ببعض، فما نحاول أن نعالجه أو نتحدث عنه الآن هو ظاهرة اجتماعية، فهذه الظاهرة الاجتماعية وهي مثلا التطرف أو انعدام الأمن الفكري هي لم تنشأ من فراغ، إنما هي مرتبطة بعوامل أخرى. ما يحاول العلم هو أن يكتشف ما هي هذه العوامل المؤثرة حتى يمكن أولا اكتشافها وفهمها ثم التحكم عليها وضبطها وجعل الحياة مستقرة عن طريق إخلاء هذه العوامل الفاسدة وإحلال مكانها بعوامل تجعل الحياة تسير بشكل طبيعي ومستقر. أيضا هناك عالم آخر اسمه أوغست كونت وهو فرنسي، وعالم آخر اسمه دورخايم. هؤلاء يتحدثوا عن الفلسفة الوضعية، ومعنى ذلك أنه هذه نظريتهم تعتمد على ماذا؟ كما يمكن ضبط الظواهر الكونية والطبيعية يمكن أيضا ضبط الظواهر الاجتماعية، وهذا في رأيي صحيح وهناك ما يبرهن عليه. فنحن نرى أن الدول المستقرة التي تسير الحياة فيها بشكل مستقر هذا إنما نتج عن تطبيق هذه العلوم الإنسانية الاجتماعية المختلفة. فالخبراء يتنبؤون ويحللون ويفهمون ويضبطون الحياة على أساس هذا الفهم، فكلما ظهر خلل وظيفي في النظام الاجتماعي يحاولون أن يعيدوا عليه إليه الاستقرار، مثلا إذا كانت المشكلة مشكلة اقتصادية يمكن حلها عن طريق الاقتصاد،
إذا كانت المشكلة مشكلة تعليمية يحل عن طريق التعليم، مشكلة تعليمية تحل عن طريق التعليم، يعني وهكذا. إذا كان المشكلة مشكلة اجتماعية مثلا انتشار الطلاق، عدم استقرار الأسرة، يعني مثلا إذا كانت المشكلة مثلا مشكلة دينية وهو مثلا أن التوجيه الديني مثلا غير صحيح، فنتجه إلى هذه الجهة ونضبط التوجيه الديني حتى يكون متوافقا مع المصلحة، مصلحة العامة للأمة. انطلاقا من هذا نحن نرى أن نحلل الظاهرة من الناحية التاريخية ثم نستمر حتى نصل إلى مرحلة استقلال الصومال مثلا، ثم الفترات التي تلت، وكل هذه الفترات يعني نرصد لوجود هذا الانحراف الفكري الذي هو مثلا العنف. ونقصد بالعنف هنا ذلك الفكر الذي يقوض أركان الأمة ويحاول تقويض السلطة ولا يتوافق مع التوجه العام للأمة. هذا هو ما نحاول معالجته هنا، وهو ما نسميه مثلا الرهاب الفكري أو التطرف أو انعدام الأمن الفكري. الشعب الصومالي تاريخيا هويته تقف على جناحين. الجناح الأول هو أن الشعب الصومالي مسلم كما هو مشهور يقال 100%، بمعنى لا يوجد هناك نسب معترف بها تنتمي إلى أديان أخرى في هذا في الشعب الصومالي، فهذا شيء معروف. إن حتى إذا وجد من انحرف أو اعتنق بديانات أخرى فإنه نسبة لا تذكر. وقرأنا في كتاب محمود شاكر، وهو كان مؤرخا له كتب تترجم للبلاد الإسلامية، فله كتاب المسلمون في شرق إفريقيا، فجعل نسبة الإسلام في الصومال 99%، وقال إن الواحد هذا وثنيون. فكان هذا مستنكر جدا في أوساط المثقفين الصوماليين، إن هذه النسبة يعني غير موجودة أصلا. الجناح الثاني للهوية الصومالية Somali Identity هو الصوملة، بمعنى الوحدة الصومالية وتراثها ولغة الشعب الصومالي وآدابه التي امتدت إلى أبعد السنين وإلى يومنا هذا. فالشعب الصومالي يعيش في منطقة يعني رقعة مكانية واحدة يعني مترابط، يعيش في الجمهورية الصومالية وجيبوتي وإثيوبيا وجزء من كينيا، فهو لا تتخلله بحار أو لا تتخلله مجتمعات أخرى، فهو شعب واحد، لكن الاستعمار هو الذي قسمه إلى هذه الأجزاء. فالشعب الصومالي يعتز بهذه الوحدة ويتمناها، وهو وكذلك بشعره، وهي نقطة مهمة. المهم هو في وقت الوحدة، يعني هذا يعني التاريخ البعيد ناتي إلى في مرحلة الاستقلال. في مرحلة الاستقلال أولا الكفاح لأجل نيل الحصول على الاستقلال ومكافحة المستعمر كان العلماء هم الذين يقودونه. ففي فترة الاستقلال كان المثقفون الصوماليون، ويمثلهم في هذه الفترة العلماء والشعراء وأصحاب الملكات الأدبية، كانوا يتمنون أن الشعب الصومالي سيحكم نفسه بتراثه بعقيدته يعني ما هو مستمد من تاريخه ومن هويته،
ولكن لم يحدث ذلك، وإنما الاستعمار الإنجليزي أو الإيطالي في الجنوب هو يعني أنشأ جيلا أو ربى جيلا ورثه بعد رحيله من البلاد، وكانت هذه صدمة. أنا أقرأ كلمتين شعريتين. طبعا في أيام الاستقلال كان هناك بعض الشعراء الصوماليون كانوا يعني منتشين ويضربون وفي غاية السعادة والفرح، وعبروا عن أن الأمل قد تحقق للشعب الصومالي، فهناك شعراء يعني ركزوا بهذا الجانب. ولكن بعض الشعراء رأوا أن الاستقلال الحقيقي الذي يتطلع إليه الشعب الصومالي لم يحدث بعد، فهناك شعر قاله شاعر اسمه هو شاعر صومالي اسمه جهير جهاد عبد الجهير، قال أنا أقرأ هذه باللغة الصومالية طبعا: قود إيا أبيس بي قود إيا أبيس بي بدلي بيس بدلي قرن ميسانه كعندوين با آسان إيو نعي قماريه كارل كامو قورين هل كان أيو كو مدوي هاي كارل كامو قورين هل كان بو قود مدوي هاي معنى وحول إذا كارل وحوها ninkii haakimkii markaa waqooyiga xukumeeyay oo British Somaliland ayuu ahaa. Marka wuxuu leeyahay oo ay qulo in Karal al-Hakim al-Britani lada shimal Somali huwa lam yarhal wa inma khalafahu misluhu huwa hakada yani. Wa hunaka sha'irun akhar ismuhu Ismail ismuhu قاسم هو مشهور يعني أحمد إسماعيل قاسم اسمه دورين قال كان دريو دار تكي قليه دوش مدبك صومالي باد دوغل كمودايه مسن الله مدير سنة ودركي كراله. هو نفسه يقول إن الاستعمار الراحل والذي خلفه وجلس في الكرسي الحكم ودخل في القصر الرئاسي هو مثله لم يتغير. لماذا؟ لأن ثقافة الاستعمارية لم تتغير، وهكذا هذه النظرة. المهم أنا هذه تكفي إشارة لتوضيح أن الدولة الحديثة وأسسها إذا لم تبنى على جناحي الهوية الصومالية وهو الدين والثقافة الصومالية التي يشترك فيها الجميع وينتمي إليها الجميع ويفخر بها الجميع، فإن هذا سيعدي الفرصة لكل من يريد أن ينتزع الشرعية من الدولة. كل من يريد أن ينتزع الشرعية من الدولة سيستغل هذه الثغرات. الآن الحكومة الصومالية إذا لم تتنبه أن تعدي الإسلام دورا كبيرا، وهو ما تنبهت به دول إسلامية أخرى، وأنا أحب أن أدرس تجربة المغرب. هل سمعتم في بلاد المغرب مثلا أنه حدث فيها ثورات إسلامية وحد يعني هذا لم يحدث في يعني كما رأيت، وهناك دول أخرى، لكن أحب أن أعطي مثالا يعني مثلا كالمغرب. فإذا نظرت إلى السر في ذلك هو أنه منذ بداية الدولة المغربية الحديثة لم يحدث هناك تناقض بين الإسلام وبين المجتمع، فالملك والدولة كانت نفسها أظهرت نفسها أنها الراعي للإسلام. فإذا أظهرت الدولة أنها تتبنى الإسلام وأنها تحب الإسلام فلن يكون هناك منفذ لمن يستقل ويحاول أنه سيكون هو المدافع الأول للإسلام، لأن هؤلاء يقولون نحن ندافع عن الإسلام ونحن نطبق الشريعة الإسلامية، وهم عندهم يعني
شبه وهم يقولون الدولة تحكم بغير الإسلام وأن الرئيس كذا وما من مثلا يحكم البلاد هم غير الصوماليون هم من ال من ال من الشتات ومن الغربة وما يسمى مثلا دياسبرا وليس عندهم مثلا القيم الصومالية فهذه الأمور يجب أن تحل هذه الأمور يجب أن تأخذ دورها في حل الأزمة الصومالية طبعا هذا سيكون كحل استراتيجي ولكن هناك الحل على المدى القصير سيكون هو ما قيل كما قاله أحد الأساتذة الذين درست على يديهم وقال الكلمة في مقابل الكلمة والرصاصة في مقابل الرصاصة وهو أنه من يرمي عليك الرصاص لا يمكن أن تخاطبه بالفلسفة وإنما يحتاج أن يرد بالمثل ولكن على المدى الطويل يحتاج أن نأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للقاضي محمد عمر على هذه الكلمة التي طافت بنا في التراث الصومالي والثقافة الصومالية وكيفية ربطها بالدولة الحديثة والأمن الفكري والتطرف لدينا الآن 20 دقيقة أو أقل من ذلك وتعرفون أن الغداء جاهز فرجاء أن تختصروا المداخلات الآن نفتح الباب للنقاش أي واحد يريد أن يضيف أو يعلق في غضون دقيقة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله كنت أظن أن المحاضرة تكون باللغة الصومالية ولكن كلكم ما شاء الله يعني حولتم إلى العربية بارك الله فيكم في الحقيقة ما عندي أسئلة ولكن عندي مداخلات بسيطة المداخلة الأولى هي أنا عندنا مشكلة أساسية وهي مشكلة المصطلحات فنحن نحارب قد أقول نحارب وهما غير محدد التطرف والإرهاب هذه المصطلحات يعني فيما أعلم لم يوضع لها تفسير متفق عليه حتى الآن فيما أظن فكل واحد يفسر بطريقته الخاصة والدول تستغلها يعني لأسباب سياسية وغير ذلك تطرف ديني غير ديني سياسي غير سياسي غير ذلك هذا شيء عن مشكلة المصطلحات مشكلة أساسية مثل محاربة الشباب محاربة داعش قاعدة هذه يعني فرقة معروفة عن أطراف وجهات معروفة بأفكارها ووجودها أما تطرف فهو كلمة عربية لها تطبيقاتها ولها تفسيراتها فقبل تحديد المصطلح لا ندخل في يعني في 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 المحاربة هذا شيء شيء ثاني أنا عندنا مشكلة ذكرها بعض المحاضرين وهي مشكلة الفراغ هناك فراغ هناك ثغرات هذه الثغرات ذكرها الآن المحاضر الأخير الشيخ محمد عمر وهي فراغ يعني الدول الإسلامية غالبا لا تسد مسدها ولا تؤدي دورها في حماية الدين ونشره والعمل به والدعوة إليه هذه الفراغات التي أنشأت الدول الحديثة هي دول حياتية أكثر دورها توفر طعام وشراب والتعليم والصحة وغير ذلك لا تهتم بالدين إلا في منظمة معينة فتهميش الدين وتركه لمن يريد أن يلعب به فإذا تركت الدول الدين وتركت عن واجبها ولم تسد مسدها فهناك كثيرون يتقدمون ويقومون بهذا الدور بأي كيفية هذه المشكلة الحقيقية فتدل عليها أن تتقدم وأن تأخذ دورها وتسد مسدها في الصومال مثلا في الصومال الشعب الصومالي كان هو الذي يحافظ على دينه بمسؤوليته الخاصة بماله باجتهاده بظروفه الخاصة
والدولة كانت دائما إما تحارب الدين نفسه وإما تكون سلبية في اتجاهه. فوضع الدين عن هامشيا مشكلة أساسية لا بد أن نسدها. تصحيح أخير لو سمحت رسالة ذكرها الدكتور حسن الجامعي وهي أن العلماء تأخروا في بيان الحق والعلماء ما قالوا قولهم إلا في مؤتمر الغلو في عام 2013 هذا غير صحيح. العلماء قالوا دورهم قالوا كلمتهم وقاموا بدورهم ولكن تأخر عقد المؤتمر. نعم تأخر عقد المؤتمر. أما الكلمات والتوجيهات والإيضاحات فهي سابقة وكان موجودة قبل ذلك. جزاك الله خير. السلام ورحمة الله وبركاته. نعطي فرصة للبنات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am very pleased for my fellow brothers, Somali brothers, to have given the talk that they have given. And bringing back to the current Somali state, a lot was mentioned with regards to history, with regards to solutions, with regards to the root causes. What I'd like to say also, the emphasis is all the time that we've got one religion, 100% Muslim. We've got the same language. We live together. There are no boundaries between us. And we have scholars like yourselves. We have people who are experts and educated Somali people who can provide experience. It's been a long time ago that we won our independence. It's about time that we look inwards as Somalis and find out what is it that is going wrong with ourselves. And my question would be, is that why is it that our focus is going back to history all the time? Why can't we come up with our own solutions? Thank you. حسن دكتور. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Sheikh Hassan Doye. I'm from Minnesota. I'm the Executive Director of Islamic Association of North America, IANA, which is a big organization that serves more than 30 Islamic centers in the States. I would like to appreciate everyone who organized this beautiful conference, especially Somali government and OIC, and the people who invite us. This is really very important conference. I would like to mention, as the Sheikh Bashir said, there is no any mustalahat or terminology that agreed upon about how can we fight extremism or wrong ideologies. I think the government, they have their own terminologies, and Somali people, they do as well, and maybe the scholars. Another thing I see is the Somali government did not give the important role for the Somali ulama and the Somali scholars. There is no such office that making any distribution, any magazine. There is no even such any website that countering their own ideology. Now what I heard from the other speaker, the other doctor, is BCVE. What does that mean? In Minnesota, we reject CVE, Countering Violent Extremism, which is a project, a pilot project from the Washington, D.C., and the federal government gave a money and resource to tackle extremists inside the masjid in Minnesota. And that is singling out and profiling and surveillance for Somali community in Minnesota. So as leaders and as ulama, we rejected, and we did not took that money. And now I see it's just add only B. So what I see here is a lack of resource. It's a problem itself. As I see, Somali government is a lack of resource, lack of money. Maybe any other organization, any government or any organization, they gave a project with the money and they designed the way they want. I agree, the last speaker, my sister, we need our own solution. We need our own conference. We need to put our own resource and mind to tackle these extremists. And
محاربة التطرف. It's not only Islamic extremists. There is a lot of extremists. There is a financial extremist. There is a political instability. For example, now in Somalia, political problem fueling the extremism and التطرف. Lack of resource and instability here in Mogadishu that's fueling the extremists. So as Somali community and our allies, our partners, we would like to get together and to have not just 2 days conference, more than that, and to discuss what is the problem and how can we get our own solution. Thank you. Sheikh Yusuf Sonakar. Bismillah. And I will also make it short, inshallah. My name is Yusuf Abdullah. I'm from Minnesota. And actually lived in Boston for 17 years, then moved to Minnesota. I have visited many Islamic centers, and from Boston, Massachusetts, to Seattle, Washington, Minnesota, and in between, mainly addressing the youth and talking to them about variety of topics and giving them hope and inspiration is to be Muslims, good Muslims, practicing Muslims, helping each other and helping the community that they are in and giving them hope. So alhamdulillah, building on that experience and building on what I have studied in my life and also benefiting from this beautiful conference and thanking all the participants in here and organizers, jazakumullah khair. My points will be very short and inshallah to the point. The first one that I would like to make is the problem of extremism or at-tatarruf as it is, although it has not been explained or defined in a conclusive way, is that it is a lack of hope. It is a lack of hope, and it is an answer to desperation, to be despair. And this is a problem that many Muslim countries, not only Somalia, has. When the istimar, or you can say the colonialists, came into Africa and into Muslim world, they took that desperation out of the hands of the Muslim societies. If you have experience with the Western democratic zone, there is a term that is a green zone. What does the green zone mean? Green zone means those democratic countries which, you know, express their votes and they choose their own governments will not have two things, mostly. They will not have two things. They will not fight each other, number one, and they will not have a civil war within the same country. Because people will express their needs, their wants, their aspirations, political, economical, whatever it is, through the ballots. So in Somalia, coming back to Somalia, as the brothers and the imam said here, we need a Somali solution, tackling corruption. A government that is representative of the all nation of Somalia, not a government that is based on 4.5. We never chose 4.5. A government that applies the inspiration is of the people of Somalia that gives hope to the people. And eventually and finally, and this is one of the things we should start with, is a national dialogue, a national reconciliation that is led by the Somali elders, Somali scholars, Somali society, Somali women, and Somali youth, inshallah. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. Akhir ta'liq, al-Qadi Salih Hussain. السلام عليكم يا مسارين اللي يهرم رياحيت مركو أقو حكتها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي صالح الشيخ إبراهيم، قادم محكمة العليا. رؤيتي في محاربة التطرف في الصومال تكمن في جمع 4 عناصر. العنصر الأول هو الاستقرار السياسي. الاستقرار السياسي، ما لم يوجد استقرار سياسي في الصومال ويكون هناك جبهة موحدة في المعارضة والحكومة والولايات والمركز، إذا لم تتعاون وتصطلح بمحاربة تجاه الشباب، فلا يمكن هناك أي نتيجة لقتال أو لهزيمة الشباب والمنظمات المتطرفة. العنصر الثاني هو أن يكون هناك شوكة
قوة أمنية أو حلول أمنية أن هناك الجيش الصومالي والقوات الأمنية أن يكون هناك قوة تستطيع أن تكسر شوكة هؤلاء حتى يستطيع الفلول والبقية أن تجلس مع الحكومة، أن تضطر أن تجلس مع الحكومة بعد هزيمتهم، وإلا لا يمكن هناك أي حل، لابد من هزيمتهم عسكريا. ثم الحل الثالث هو الحل الفكري، أن يكون هناك العلماء يحاربون كجبهة موحدة، يوحدون صفوفهم، يوحدون آراءهم، يوحدون فتاواهم، ثم يدعم هذه الفتوى الإعلام قوي يستطيع أن يعمل بروباغاندا ضد المنظمات المتطرفة. أخيرا هناك العنصر الأخير هو أن يجد الناس العدل في القضاء وفي توزيع الثروة وفي المناسب. وشكرا. كما تنسينا أنه رأوتم بسا أريد أن رأي أحسوكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حنكو سلام مرته مركو الرئيس سلامة السلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي أكو في الدين وحن سأد وسلام على لينيردا ميديا أه يو مرتي شرفك بنان كنوجي ميديا مركو وحن ربع أنا شيوه وحن كو هذا أفسمال وحتى أفكه هو يليرة إذا كان تفسير اللي ذكر به وحن كل الدين شيوه وحتى أنت لا شيوه ولا شيوه لكن ماشان مهمة وحتى هاي إن الأدنو مركز وحن جوجا أنا قلت ودنا كم حن جوجا كم بحن maalintii hore meesha ay 2006 aan ka soo bilaawnay taagana wadmiinid waxay tahay dadkan loo yimid cid aan dhibaato qabin ma jirto dunida muslimku u jeedin maalmo meel ay gubanayso maalmo meel ha gubatay waxa safar gareyna waxa way hooyo iyo carruurti waan waxaan rabnaa maanta waxay tahay inaan u soo jeesano si isugu iman karna waa la qaba wiilashan ama wadaadada banaanka nooga yimiday in ay Soomaali mid yeelato laakin dadkan walaalaheen oo islaamka ayaga dhibka ay qabaan inaan ka faa'iideysano waa waajib ahayd laakin aan maanta han meeshan ka soo baxdo goal is fiican iyo objective on leedahay umada islaamka oo dhan ay ku socoto taasan leeyahay wa salaamatu wasalaamu alaykum warahmatullahi salaam shukran jazeelan likafat almutadakhilin alwaqt yadhamna walghada jahiz lidhalik sana'ti kull muhadir daqiqatayn wa hunak su'alayn turiha as-su'al al-awwal limadha al-hanin da'iman ila al-madi wa la natahaddath 'an al-mustaqbal أعتذر لأن الوقت يداهمنا في جلسة أخرى إن شاء الله. الآن أعطي الكلمة للقاضي محمد عمر دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. سأقولها باللغة الصومالية. أنا وحن قوى إن كفكرنا تسالهان إله سبحانه وتعالى القرآن كحكيري أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها وحال قوضة بن آذان كإناد حدية آذان صفرنا إناد قلبك أكو سفرتيد أو آد بل دولك إلهي في فيرسيد بن آذان كل يسوى أسكوة ميت بن آذان كملك سجوغ وأسكوة ميت وأسكوة باهية وأسكوة جر وأسكوة حنون وأسكوة haddan marka aragtid bulshooyin degan oo dagaal aan lahayn dabcan waxa jira sababta sababba keenisa hadii aragtid dagaalna waxa keenisa marka anaga Soomaali ahaan marka loo fiiriyo mushkiladan xal way leedahay laakin halkaas waxa ka horeeya in halka la fahmo in diyaar loo yahay marka la fahmana kadibna marka lagu socdo sida maartay dhaqtarka oo kale oo dawada oo qoro kale inkastoo ayana adag tahay baa yani dadka hadda waxa ku dhaxrafanayaan ee xalka iyo mushkiladii iyo wixii iyo qol wax leeyahay qabyaalada keenay sabid wax leeyahay balba keenay marka mushkiladan hadda noo taala ee anaga hadda dadka hadda meesha isugu keentay oo dadkan inaga inaga mid qayb inaga mid oo ina duwineysa wax kale ma aha waxaan u baahanahay waxaan anaga naga dhaxdhasheen duruufa keenay dagaalada la soo maray tabar darri dhaqaale la'aan dawlad la'aan waxyaalaha soo isbiirsaday waxaan waa natiijo karnaa waxaan aaminsanahay sida hadda oo saaxiibkii u sheegay Saalax hadii la raaco talaabooyinkaas yani masalan
يعني مركي دولدو أي جرتين نظام كجرا وحنا نجري هذا مركي وضن كبر براي وحنا كده حدا شيء وحابب عنا مركي إن سيستم كي دولد نماذج إلا أتكيو عدالة دي إلا أتكيو رقاليه إلا نوليو وحني آير آير بأسول دونان وحي كلانا مركز لغودو ميسترا مواجهة إيو كهر إماد إيو إسكعابين إيو دادالة كلا حقم إسكحديسك إيو حصران إيو لصعدان